ما رأيناه خلال هذه الحرب هو أن روسيا يعزلها الغرب، ولكن الغرب ليس هو العالم بأسره. هناك كل هذه الدول في العالم وفي الجنوب، وهي أكثر من مستعدة لأن تواصل تعاونها مع روسيا وأن تساعد الروس في الالتفاف حول هذا الضغط الذي يوقعه الغرب ودول الغرب على موسكو حاليا. فإذا أنت محق تماما لأن تشير إلى الهند وإلى الصين، وذكرت السعودية أيضا، ويمكن أن نضيف الإمارات العربية إلى هذه القائمة. ونلاحظ بأن موسكو لديها عدة أصدقاء في العالم، فإذا من المنظور العالمي والجنوبيين هي ليست دولة منبوذة أو منعزلة. ربما هي منعزلة عن الغرب، نعم هذا صحيح تماما، ولكن الغرب لا يمثل العالم بأكمله. وعلى صعيد العالم فإن روسيا لديها عدة شبكات في مختلف القارات، وبوجود الرئيس الصيني وزيارته الأخيرة إلى موسكو، فهذا يعد أمرا كبيرا ويوضح بأن الصين تبقى حليفا ملتزما تماما مع روسيا، حتى وإن كانت الصين حذرة في ألا توضح هذا الدعم على نحو سافر في هذه الحرب، ولكن الصين قد أوضحوا تماما بأنهم لازالوا يقدرون شراكتهم الحثيثة مع موسكو. فإذا مجددا أنا أعود إلى النقطة التي أثرتها سابقا، أنا أشكك في أن هذه الدول الخمس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا واليابان، ستتمكن من أن تتخذ خطوات من شأنها أن تفضي في النهاية إلى إضعاف روسيا أو أن تغير من موقف روسيا على نحو جوهري. وإنما أعتقد بأنه في هذه المسألة، مسألة تصدير الوقود النووي، سيعثرون على طريقة لإيذاء روسيا وتخفيض إيرادات روسيا من هذا المنحة. ولكن مجددا بكل اتصالات روسيا في العالم مع دول مختلفة في هذا العالم، النظام العالمي متعدد القطبية، حيث هناك جهود لإقصاء الدولار الأمريكي، ينبغي أن نبقي في أذهاننا بأن المسؤولين في موسكو كانوا مبدعين وخلاقين من حيث استغلال شبكاتهم الدولية من أجل الالتفاف حول العقوبات من الغرب وتكتيكاتهم في الضغط.